الانتاج اللي احنا موجودين فيه دوت في مصنع الالكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع بيشتغل على كاميرات المراقبة. 62 نوع من كاميرات المراقبة بتغطي اغراض استخدام مختلفة جدا، ابتداء من الاغراض الاستخدام المنزلي للمؤسسات المهمة في البلد للمشروعات القومية حتى بمواصفات مختلفة وتفاصيل مختلفة لكل النوع. والخط دوت الحقيقة حصل فيه توسع كبير جدا في الفترة الاخيرة، هيكلمنا عنه الباشمهندس. اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. مهندس احمد محمود، مهندس انتاج تيار خفيف. حضرتك معاك مايك فنعتمد عليه. احكي لنا اولا الفرق ما بين الانواع المختلفه اللي بتتعمل النهارده في خط الانتاج ده من كاميرات المراقبه، وايه هي مواصفاتها؟ طيب احنا اول حاجه بدانا بانتاج 4 موديلات من الكاميرات الانالوج او انظمه المراقبه بالكاميرات اللي هي الانالوج. بعد كده طبعا توسعنا، لقينا ان احنا الحمد لله الكاميرات استحوذت على قاعده كبيره من السوق المحلي، فوسعنا الانتاج لحد 62 موديل طبعا بنخاطب بيهم جميع الفئات، بدايه من الفئه الاقتصاديه لحد المشروعات القوميه، الكاميرات اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي والانظمه اللي هي بتدي تحليل بيانات دقيق، لو انا في اي حدث حصل معايا بقدر ان انا اجيبه في ثواني معدوده. طيب مراحل الانتاج كده نعرفها بشكل مبسط للناس. تمام، اول حاجه طبعا احنا بعد ما بنستلم البورد من الاس ام تي، من خط الاس ام تي، بتدخل عندي على غرفه الكلين روم. في الغرفه دي من اهم المميزات اللي فيها انها بتتحكم في حجم الجسيمات اللي بتتطاير في الجو، الجسيمات اللي هي لا ترى بالعين المجرده. طبعا عشان اضمن ان الكاميرا تخرج بافضل جوده. طيب بعد الكلين روم ايه بقى التفاصيل المختلفه في الانتاج؟ تمام، بعد ما بتخرج من الكلين روم بتدخل على خط الانتاج، ببتدي اظبط الفوكس بتاع الكاميرا، وبعد كده ببتدي اركب دايره الليدات اللي هي الخاصه بالاضاءه الليليه على طبعا على العدسه، وبعد كده ببتدي اقفل الهاوسنج، بكمل بقى مراحل التجميع بتاعتي اللي هي العاديه. طيب معدل الانتاج هنا الكاميرات المراقبه اللي بيخرج من الخط ده قد ايه؟ في اليوم وصلنا لحد 1500 كاميرا. طبعا احنا بعد النجاح الكبير اللي حققناه في كاميرات المراقبه، احنا ابتدينا ان احنا نحاول نوطن او نوطن الصناعه المحليه، دخلنا في حوالي اكتر من 5 انظمه، دخلنا في صناعه الصوتيات، الانتركم، الاكسس كنترول، انظمه الحضور والانصراف، انظمه المراقبه للمركبات. طبعا الحمد لله ده كان نجاح كاميرات المراقبه، يعني خلى ده يبقى حافز لينا ان احنا نزود انظمه جديده وندخلها معانا في الانتاج. بشكرك شكرا جزيلا. مبسوط جدا. خطوط الانتاج كلها اللي احنا شفناها حاجة، والجزء اللي احنا متواجدين فيه النهاردة او الجناح اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي حاجة مختلفة تماما. الجناح اللي احنا متواجدين فيه هو عبارة عن نموذج او كده يعني موديل كده خاص للشراكة اللي حاصلة بين القطاع الخاص والهيئة العربية للتصنيع. على مدار الممر اللي حضراتكم هتشوفوا لقطات منه واجزاء ومشاهد منه، في شركات مصرية واجنبية متعاقدة مع او تجمعها نوع من أنواع الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، وده بيدي الشركات دي طبعا ثقل ومصداقية، وفي نفس الوقت كمان بيخلق منفعة وبيخلق مزايا متبادلة بين الطرفين. دلوقتي احنا متواجدين في الجزء الخاص أو الجناح الخاص بشركة زيرو تاك، وهي شركة مصرية طبعا قطاع خاص ليها منتجات وإسهامات في السوق بشكل مختلف، هيكلمنا عنها ونتناقش فيها أكتر مع الأستاذ عاطف أبو هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة، منورنا عبر شاشة المحور. في البداية برحب بحضرتك من داخل المقر الإداري لزيرو تك من داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع. طبعا المقر الإداري ده كانت وظيفته الرئيسية ان احنا نبقى جنب خطوط الإنتاج بتاعتنا. منتجات زيرو تك بتتصنع في كوريا من أكتر من 10 سنين. لغاية سنة 2020 وقعنا عقد التصنيع المشترك مع مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع عشان نبدأ مرحلة جديدة من تصنيع كاميرات المراقبة في مصر. النهاردة احنا مثلا بنتكلم في أكتر من 200,000 كاميرا تم إنتاجهم، راكبين في معظم المشروعات القومية والحيوية. بدأنا بتصنيع محلي، يعني نسبة مكون محلي، النهاردة زودنا نسبة المكون المحلي عندنا. قد إيه نسبة المكون المحلي في كاميرات المراقبة تحديدا؟ احنا بدأنا من 3 سنين ب 41%، والنهاردة تخطينا من تقريبا من حوالي 65% أو 70%. احنا مخططين إن شاء الله هنوصل ل 80% قريب جدا. تمام، حلو جدا. في كاميرات المراقبة. طيب إيه المنتجات التانية اللي بتعملوها إلى جانب كاميرات المراقبة؟ بعد
طبعا نجاح كاميرات المراقبه دخلنا خط جديد خالص، يمكن حضرتك صورته فوق، خط انتاج الساوند سيستم. بدانا الخط ده بنسبه تصنيع 70%، وده خط من الخطوط الجديده خالص. لكن مواصفات الكاميرات ايه؟ لانه برضو احنا دايما بنأكد للناس انه كل حاجه بتخرج من هنا من المصنع ايا كان بقى، بشراكه مع القطاع الخاص تماما بيعملها يعني هي في الاول وفي الاخر هي جذابه للناس، مش طبعًا. مجرد حاجه متاخره او قديمه او تكنولوجيتها بسيطه. فالمواصفات ايه في الكاميرات؟ المواصفات في الكاميرات، طيب احنا عندنا كاميرات هنا، بما ان معانا دلوقتي قطاع البترول، في كاميرات هنا اكسبلوجن بروف، دي كاميرات مضاده للانفجار، ودي بتساعد ان البيئات الخطره او اللي فيها غازات كتيره ان هي تبقى غير قابله للانفجار. طيب عندنا نوع تاني من الكاميرات هنا، الكاميرات اللي هي الاكوا كاميرا، دي بتركب بتستخدم في الابحاث العلميه اكتر، في يعني بتنزل مثلا بنركبها في بطن الحاجه اللي احنا يعني حاجه بتنزل تحت الميه لمسافه مثلا 300 متر وفيها اضاءه ليليه، فبتستخدم معظمها في الابحاث العلميه. وعندنا كاميرات تانية مضاده للتاكل موجوده برضو موجوده، دي بتستخدم في البريمات، بتستخدم في اي حاجه مواجهه للبحر عامه عشان تبقى تصمد لفتره اطول، ودي كاميرات متخصصه جدا. طيب وشاشات التلفزيون بقى، انا شايفه برضو عندكم انواع وشكلها سمارت، اللي هي الحاجات الحديثه والالكترونيه. شاشات التلفزيون هو منتج خاص بمصنع الالكترونيات تحت العلامه التجاريه بلوتو، بيباع برضو في كل الفروع بتاعتنا. وعندنا برضو شاشات التفاعلية بتبقى موجودة برضو خاص بالعلامة التجارية بلوتو برضو. ممتاز. والسماعات السبيكرز؟ السماعات طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا الداخلية والخارجية، وعندنا العمودية بتناسب كل الأماكن اللي احنا بنركب فيها، يعني عندنا فريت كبير في السماعات. وعندنا طبعا الانتركام، بما اننا كنا بنتكلم عن الحاجات بتاعت البيوت والفيلل والكلام ده، عندنا طبعا الانتركام المرئي من اول وحدة واحدة لغاية 256، فاحنا برضو بنخاطب بيه برضو الفئات اللي هي الايه الهوم يوز. وعندنا أجهزة الحضور والانصراف بتدعم الذكاء الاصطناعي برضو زيها زي الكاميرات. يعني الاول كنا احنا بنقف وبنحط بصمتنا، النهارده في الفيس، النهارده انا بقدر ممكن اخد 4-5 في شوت واحد على مسافه 3-4 متر. فكل ده بيدعم برضو ذكاء اصطناعي. طيب رساله بقى حضرتك باعتبارك النهارده يعني ممثل للقطاع الخاص او جزء من القطاع الخاص، واحنا شايفين ان الدوله المصريه عندها هدف الارتقاء بالصناعه وتوطين الصناعه، ويعني الارتقاء بنسبه المكون المحلي في كافه القطاعات، رسالتكم ودوركم ايه كقطاع خاص في المجال ده؟ انا عايز اقول ان احنا يعني من زمان واحنا بنتطلع ان احنا نصنع في بلدنا، وزي ما قلت لحضرتك التصنيع اصعب بكتير من التجاره، بس هو كان حلم عندنا من زمان. لما جت الفرصه مع مصنع الالكترونيات احنا ما سبناهاش، قدرنا نكتسب كل التحديات وكل الصعوبات، والحمد لله النهارده احنا بنتكلم على منتج واقف على ارض صلبه، منتج ثابت وجوده. فأي حد يا جماعه يجيله الفرصه دي ما يسيبهاش. الفرصه دي يعني بتتكرر مره وممكن ما تتكررش. الصناعة مش صعبة، في دعم كبير من الدولة وفي توجيهات كبيرة بتعميق التصنيع، ودي الفرصة اللي جات لنا واحنا الحمد لله خدناها. قدها وقد كل التحديات. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. في كل مرة بزور فيها مصنع من المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع بخرج بمجموعة من الانطباعات. أولا كل مرة باجي دايما بلاقي فيه تطور، ما حصل في تفاصيل جديدة، في منتجات جديدة بتخرج من المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع. النقطة الثانية برضو كل مرة باجي فيها أحد المصانع التابعة للصرح الوطني العملاق في الصناعة دوت، بكل بقى مراحل أو بكل خطوط إنتاجه، بكل المصانع اللي بيتبع ليها، كل مرة ينتبني نفس الشعور إن إحنا كمصريين عندنا القدرة. وده بالمناسبة مش كلام شعارات أو مش كلام عاطفي أو مش يعني جمل رنانة يعني نخاطب بيها أو ندغدغ بيها المشاعر، بالعكس أنا ليه بقول إن إحنا قادرين على التصنيع، طبعا يعني مع الاعتراف بصعوبة عملية التصنيع وطول المشوار، زي ما كنا بنتكلم النهاردة مع القائمين على هذا المصنع انه مشوار الصناعة طويل وصعب لكنه ممكن. وليه بقول بقى كده؟ زي ما قلت لحضراتكم هو مش شعارات ومش كلام عاطفي، لكن بالورقة والقلم عندنا البنية التحتية واللي شفنا النهاردة اجزاء كتير جدا منها، او شفنا امكانيات كبيرة جدا منها في الصرح الوطني العملاق في الصناعة ده، بكل المصانع اللي بتتبع ليه، بالمساحات الشاسعة اللي بتتبع ليه، حتى بالقدرات التكنولوجية الموجودة هنا في
المصنع، وايضا بالعنصر الثاني المهم جدا وهو العنصر البشري. ودي اظن لا خلاف على انه احنا كمصريين نمتلك القوه البشريه وعندنا فيها الامكانيات بشكل كبير جدا، طبعا مع توفير التدريب اللازم والخبرات اللازمه. مع الوقت بيتكون عندنا الخبرة اللازمة وبتتكون عندنا ما يسمى بامتلاك القدرة أو المعرفة أو النوهاو. فإذا إحنا قادرين على الصناعة بقدر صعوبة ومشقة العملية، قادرين على أن إحنا نخرج منتجات يعني بينطبق عليها شعار صنع في مصر. أنا هبة جلال، ودي كانت جولة لبرنامج 90 دقيقة في مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.